حينما تحين اللحظة. التي يترقبونها. مشاهدين الأعزاء، قبل مشاهدة الفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في آخر قائمة للتصنيف العالمي لموقع Global Firepower المتخصص في رصد قوة جيوش العالم، تقدم الجيش المصري 3 مراكز دفعة واحدة، إذ احتل المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً والتاسعة عالمياً. وفقاً للموقع ذاته، إجمالي الجنود في الجيش المصري يبلغ نحو 920,000، الموجودون منهم في الخدمة حالياً 440,000، فيما بلغ عدد جنود الاحتياط 480,000. بحسب الموقع، فإن مصر تحتل المركز 10 عالمياً من حيث القوة الجوية، إذ تمتلك 1054 طائرة حربية متنوعة. الموقع أشار أيضاً إلى أن مصر تحتل المركز 4 عالمياً بعدد الدبابات، فبحوزة جيشها 4259 دبابة، كما يمتلك أكثر من 11,700 مدرعة و 1139 مدفعاً ذاتي الحركة وأكثر من 2189 مدفعاً ميدانية، إضافة إلى 1084 راجمة صواريخ. وبحسب Global Firepower، تحتل القوة البحرية المصرية المركز 7 عالميا، إذ يحتوي الأسطول البحري المصري على 316 قطعة بحرية، بينها حاملتا مروحيات و7 فرقاطات و8 غواصات، إضافة إلى 45 سفينة دورية و31 كاسحة ألغام. وليعلم كل من يريد أن يعلم أن معين هذه الأمة لم ولن ينضب أبداً بإذن الله ما دام لديها رجال مثل هؤلاء، فكلما صعد منا شهيد إلى السماء جادت الأرض بألف خير. مناورة استراتيجية يقوم بها الجيش المصري بمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وجميع القيادات والهيئات والإدارات والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك لرفع كل من تسول له نفسه المساس والعبث بسلامة الشعب المصري. وجاءت المناورة قادر 2020 تجسيداً لمعنى الاستعداد والكفاءة والجاهزية لقواتنا المسلحة المصرية. تم رفع حالات الاستعداد القتالي واصطفاف العناصر المشتركة من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. كما تم إجراء التحميل بالناقلات وبالسكة الحديد لتنفيذ خطة الفتح الاستراتيجي. كما تم تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القيادات والمناطق والجيوش الميدانية. وكذا إعادة التمركز للوحدات والقطع البحرية على امتداد السواحل المصرية. وتنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات بصواريخ الأعماق والتوربيدات. وتنفيذ عمليات بالرمائية. كل ذلك في تعاون وثيق مع القوات الجوية بمختلف طائراتها
والتي قامت بتنفيذ مهامها من القواعد والمطارات المختلفة وتوفير الحماية الجوية للقوات على كافة الاتجاهات. وقامت عناصر الدفاع الجوي بتنفيذ العديد من الأنشطة والرمايات، واتخذت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات المحمولة جوا أوضاعها لتنفيذ المهام لاستكمال مراحل المناورة. كما استمرت الجيوش الميدانية في القيام بأعمال مكافحة الإرهاب بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء، بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس. وتغطي قوات حرس الحدود مسؤولية جميع حدود مصر البرية وسواحلها ومياهها الإقليمية، بالتعاون مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة، عددا من الأنشطة التدريبية في إطار فعاليات المناورة قادر 2020، والتي تنفذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا، بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، حيث قامت وحدات المنطقة الشمالية العسكرية برفع درجات الاستعداد والاصطفاف والتفتيش وتحميل المركبات والمدرعات والتحرك إلى مناطق عملها بالناقلات والسكك الحديدية في إطار خطة الفتح الاستراتيقة لتنفيذ مهام قتالية خاصة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي. فدت تدريبا مشتركا لتأمين ساحل البحر المتوسط لصد إبرار بحري معاد، بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة، مع تنفيذ أعمال القيادة والسيطرة من مركز العمليات المتقدم بقاعدة محمد نجيب العسكرية. القوات البحرية قامت من مناطق عملياتها بتأمين الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، وتستمر في تأمين المنشآت الحيوية بالبحر وبالمياه الإقليمية والاقتصادية. كما قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة القتالية في المرحلتين الأولى والثانية، شملت تنفيذ عملية برمائية على ساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي. وتم تنفيذ عدد من الرمايات لعدد من التوربيدات والفرقاطات وطائرات الهل المحمولة بحرا، هذا بالإضافة إلى وحدات مكافحة الغواصات. كما قامت القوات البحرية بتعزيز إجراءات الأمن البحري بمسرح عمليات. قوات الصاعقة قامت بتنفيذ بعض الأنشطة التدريبية تضمنت اصطفافا وتحميلا لعناصر من الوحدة، كما قامت بتنفيذ الإبرار البحري لوحدة صاعقة محملة على عربات هامر بالوسائط البحرية من حاملة المروحيات، وتكليفها بمهمة الاستيلاء على رأس شاطئ وتأمينه، وذلك بالتعاون مع القوات البحرية والجوية. وهكذا تؤكد القوات المسلحة أنها كانت وستظل عند حسن ظن الشعب بها قوية وقادرة على حماية الأمن القومي المصري والتصدي لكل من تسول له نفسه.